دائما عندما نتحدث عن جمعية أطباء الصحة العمومية بتطوان مضيق والفندق، أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو أنشطتها العديدة والمتنوعة على طول السنة. 64 جلسة علمية سميت باسم الحاج بن عامر رحمه الله، أكثر من 35 مائدة مستديرة، الأيام الطبية السنوية التي نحتفل اليوم بنسختها 10، الورشات العلمية، الاجتماعات الدورية، القوافل الطبية كل سنة، الدوريات الرياضية بالإضافة للأنشطة الاجتماعية الأخرى. ولكن نادرا ما نتكلم عن بدايات الجمعية وعن تاريخ تأسيسها وكيف جاءت فكرة تأسيسها ومن كان له الفضل في ذلك. اليوم وفي الذكرى 10 آثر المكسب إلا أن يكلم أعضاء أول مكتب للجمعية، ضم مجموعة من خيرة الأطباء الذين لم يبلوا جهدا لإخراج هذه الجمعية للوجود بإمكانيات جد متواضعة ولكن بطموح كبير. مكن من وضع اللبنة الأولى لجمعيتكم، جمعية أطباء الصحة العمومية لتطوان مضيق والفندق. فرحبوا معي بأعضاء أول مكتب للجمعية تحت تصفيقاتكم الحارة لتسلم تذكار خاص عرفان اللوم بذلك. أنادي على كل من دكتور كريم قعموش رئيس مصلحة الإنعاش والتخدير بمستشفى سيد رحمة تطوان، دكتور القيدي أحمد طبيب أخصائي بالإنعاش والتخدير بمستشفى سيد رحمة تطوان ومستشار الجمعية، دكتور حسن الزوري رئيس القطب الطبي بمستشفى الأكاديمي المضيق وعضو الجمعية، دكتور تويلي مصطفى طبيب أخصائي في الجهاز التنفسي والمدير السابق لمستشفى القريش، دكتور محمد بالخيري طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد بطنجة، ثم دكتور خالد جعيدان طبيب رئيسي لمركز تحقن دم تطوان، دكتور معمري محمد طبيب أخصائي في الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور رشيد علوي رئيس مصلحة الاستقبال مستشفى سيدة بلد تطوان. وتصفيقات حارة لأعضاء المكتب الأول. يسلم لهم تذكار الأعضاء الحاليين للجمعية. برنامج غنائي جديد على أي للذكرى والتاريخ. الفكرة كان جا بها السي بالخيري والسي عمري وانا بالضافة مع السي تويلي والدكتور جعيدا اللي ما كاينش ولي اللي كان دار ان طراوي تري تري زينو لحقاش في لوكال ليزوتوريتي ما كانش اسوسيسيون اللي جينا عندنا كان ديفيسيل بور لاكسيبتي وكان شي واحد بحر راسو هو الى يوسف اون افي بي سيليبرا فروند لوماج دكتور عمري باسكو لا بروميير جورني اون افي ميم با لو نيميرو 30 وهو كان كيحط لي شكل ديالو باش درناها وما بين اوكان سو وكنتو الى ديك اون فان اورغانيزي وغادي نعمل فلوس. وعلاش ما كانوش عندنا الكونت؟ باسكو في لابروميير اسوسيسيون كنا تولي اسكو لا بريزيدونس وين فا كان سوليا مزيان ما يعرفها السي رشيد شيرجيان بيتياك اون فولي فير اونور لي فام اي نوزا اونوري باش تكون هي البريزيدون ديالنا جلس دو موا ولا بارتي افيك سو ماري فرنسا وانا كنت فيس بريزيدون ولا بريزيدون على اي لاسوسياسيون خدات ابعاد كبيره وزعما ما كنتش اغنيا بلي موسيف كو اللي صار خدام دي زي باسكو حتى هاد لي دو ديرني مونا لي جون كي سون اكسبوزي لاكتيفيتي دي نوفيل زوريزون دي اكسيون سوسيال دي فواياج اورغانيزي مشاو للصحراء مشاو للارفود ولي زعما هاد الجروب زعما لي نوزا دي باسي دو لوان كنا حنايا الله يبارك فيهم ديال وهما زادو بزاف بزاف شكرا ليهم شكرا لكم كاملين.